متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. قررت السلطات الإسبانية ترحيل العسكري السابق الفار إلى الخارج المدعي محمد بن حليمة انطلاقا من ميناء أليكانتي الإسباني إلى ميناء الغزوات بالجزائر، بناء على أمر بالقبض الدولي صادر عنه من طرف العدالة الجزائرية. كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حجز ممتلكات بقيمة 1000 مليار سنتيم تديرها عائلة الطحكوت بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة، وأوضح بيان لذات المصالح أن هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين الطحكوت، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح، وكلف وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير الموارد غير منتجة محليا باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني. يقام بالجزائر البرنامج الثقافي لا يعني لا من 15 إلى 17 مارس الجاري بقاعة سينماتيك الجزائر، وسيتم على مدار 3 أيام تقديم برنامج متنوع من الأفلام التي ستعرض لأول مرة في الجزائر، وسوف يقام حلقة نقاشية حول قضايا الحقوق والمساواة بين الجنسين ووضع المرأة والعنف في الفن. يشارك فيها كل من الكاتب كبير أمين زاوي، والمخرجة ياسمين شويخ، والمحامية عويشة بختي، والممثلة ليلى توشي. فيما يخص الأخبار الدولية، بدأت اليوم الاثنين الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسب ما أعلن ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك. وقال بودولياك إن الجولة الحالية ستتناول قضايا وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية، مضيفا أن الحوار سيكون صعبا. وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما الروسي والعضو في وفد الروسي المفاوض ليونيد سلوتسكي تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا، تحديدا في المجالين العسكري والإنساني. في تونس، خرج اليوم الأمس الأحد الآلاف من أنصار حزب الدستور الحر في مظاهرة للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، واحتكار الرئيس قيس سعيد للسلطات منذ فرضه الإجراءات الاستثنائية الصيف الماضي. ووصفت رئيسة الحزب عبير موسى التي عرفت بمناهضتها للإسلاميين والتي حلت ثانية في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي خلف سعيد بفارق كبير أن السلطة القائمة غير شرعية، لم ينتخبها أحد ولا تلزم التونسيين. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.